السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا البنات في وصفة جديدة. نتمنى قبل كل شيء نتمنىكم تكونوا بأحوال طيبة وفي صحة جيدة إن شاء الله. هذا النهار غادي نقدم لكم خبز الطوست أو الباندومي، عوض ما تشريه من برا بثمن باهظ غادي تصاوبيه في الدار وبمكونات بسيطة. خصنا ناخدو الأغذية اللي كتقوي المناعة وتكون صحية، لا بالنسبة لنا ولا لوليداتنا. تبعوا معايا لاخر الفيديو باش تعرفوا الطريقة والمقادير. الناس عندي هنايا جوج كيسان اونص نتاع دقيق القمح الكامل بان كومبلي، كيسان العبار كاس العنبة، عندي كاس نتاع فارينة الدقيق الابيض، عندي بيضة كاملة، عندي جوج معالق كبار سكر حبيبات، عندي جوج معالق ونص نتاع خميرة حبيبات معلقة صغار، عندي معلقة صغيرة نتاع السكر نتاع الملح، وعندي جوج معلقة كبار نتاع زيت العود، وعندي كاس كبير نتاع الحليب سخون. وهنايا غادي نضيف انا غادي نضيف زرعة الكتان، يعني كيبقى اختياري كل واحد شنو بغا يضيف، اللي بغيتي ديروا الخبز لي طوست عادي ولا بغيتوا تزيدوا فيهم الزرارة. انا هنايا غادي نزيد زرعة الكتان، ما غاديش نطحنها، غادي نديرها هكا. اللي بغى يطحنها ولا اللي بغى يزيد الجنجلان كل واحد وشنو بغى يدير. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه. كناخذوا العجينه البنات، كنوضعوا فيها الدقيق الكامل، كنضيفوا الدقيق الابيض، ونضيفوا السكر والملح. هنايا غادي نديروا غير النواشف، ما غاديش نديرو السوائل دابا، نخلطوهم شويه عاد نمروا نضيفوا الخميره وبقيه المقادير. بعد ما تخلطوا كنضيفوا خميره الخبز، هنايا بعد ما تخلطوا لنا النواشف كنضيفوا الحليب، يكون سخون ماشي دافي، كيكون سخون صافي. وكنستمروا نخلطوا حتى كنحسوا بالدقيق جمع الحليب جمعنا داك المكونات. البنات اللي ما متوفرتلوش العجانه يقدر يعجن بيدو، هي العجانه كتسهل. كنضيف زيت العود ونضيف بيضة كاملة، صافي. كنستمر نخلي العجينة ديالي تجمع حتى كنحس بها تجمعت، صافي. ونمرو نكملو الطوست في الأخيرة البنات. من بعد ما العجينة صافي تجمعت كنضيفو، أنا ضفت زرعة الكتان، يعني اللي عندكم في الزرارة تقدروا تضيفوه. نحيدو العجينة، ستكون شويه كتلصق في اليدين، ما تجيش قاسحه. فوق سطح العمل يكون نقي كنرشو الطحين، صافي. ونخويو العجينه، نحاولوا ندلكوها غير واحد شويه غير نجمعوها بيدينا، صافي. كندردرو الطحين فوق منها، صافي. وكنجمعوها بحال حنا كندلكوها، صافي. كنستمروا هكا ونولي نرشب شويه تاع الطحين، غادي نردها في نفس المول اللي عجنت فيه. اللي ما بغاش يدير ديرها في شي طبصيل ولا في شي كسعه عنده، صافي. كنرش فيه الدقيق ونحط العجينه ترتاح واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه، نغطيها بالبلاستيك الغذائي. ارتاحت واحد ربع ساعة، غادي ناخدو نشكلوها. هنايا كنبسطوها فوق سطح العمل، وما نساوش نرشو الدقيق من الفوق العجينة ومن تحتها. كناخدو شكل يكون مستطيل. انا هنايا خديت المول، غادي العجينة خصني نديرها على حساب العرض نتاع المول،
يعني باش العجينه ما تبقاليش كبيره، تجيني كبيره على المول وتجي العجينه متقصه. صافي كنحاول نبسط العجينه مزيان في الوسط ومن الجوانب، نحاولوا نحيدوا الزائد نتاع الطحين. صافي كنبقاو نلويو العجينه وحنا كنجبدوا. حاولوا ما امكن البنات نصوبوا الجناب، يعني ما تخافوش البنات راه العجينه ملي غادي تخمر غادي يجي شكلها واحد. نحاولوا نحيدوا الفائض نتاع العجينه نتاع الطحين. صافي ونحطوها في المول. انا المول ما دهنتو حيت اصلا العجينه فيها الدقيق مرشوشه بالدقيق، واللي عنده المول كي يلصق يدهنه من الاحسن يدهنه. صافي هنايا كنغطيه بواحد البلاستيك غذائي ونخليه لمده 40 دقيقه حتى 45 دقيقه كيخمر. هنا البنات ها هو الطوست، الخبز ديالي خمر. غادي ندهنو غير بالماء شيته، غير بالماء عادي، غير باش يلصق لي الجنجل اللي غادي ندير فوق منه. واللي اللي بغات تبدا فشي اضافات اخرى كالشوفان ولا الزريعه ولا زريعه الكتان ولا السانوج، يعني اللي عندكم تقدروا ديروه. وراني مسخنه الفران، وبالنسبه لطياب الفران كل وحده وكتعرف فرانها، كيطيب من التحت كما كنطيبوا الخبز العادي، وكنشعلوا له من الفوق باش يتحمر. صافي هنا انا ضفت الجنجلان، غادي ندخلو الفران. بقاو معايا تشوفوا النتيجه النهائيه. لما خرجتهم من الفران عطا واحد الرائحه رائعه بدوك الزرارع اللي فيه، ما غتندموش البنات الا جربتوه، غادي يعجبكم وصدقوني. هاد الطوست البنات يصلح للفطور الصباح ديال الكوتي، لي ساندويتش للمدرسه للدراري، يعني حاجه نقيه نتاع الدار حسن ما تشريه من الزنقه. الى عجبتكم الوصفه البنات ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارتاج. البصمه البنات البصمه، بصمو شويه بصمو، والى وصفه قادمه.